من منا لا يعرف الرقمان 17 و 15 48 خطان مجانيان توفرهما مديرية العمل الأمني الوطني للمواطن من أجل الإبلاغ عن الجرائم، ومواكبة لتطورات التكنولوجيا والاستعمال الواسع لوسائط التواصل الاجتماعي، استحدثت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا حديث الولادة يسمى ألو شرطة، وهو التطبيق الذي يمكن المواطنين من المشاركة في إرساء الأمن والسكينة كل في محيطه بالإبلاغ بالصوت والصورة على التجاوزات التي قد تصادفه. الأمن الوطني، السلام عليكم. السلام عليكم. سلام خويا. أمرك لاباس ياك؟ لاباس، طول عمرك الحمد لله. كيف حالك؟ أنا في الكويت، سعيد حمدان. وين؟ أنا في الكويت، أنا سعيد حمدان. وين سعيد حمدان؟ أنا في مدينة سعيد حمدان. ألو شرطة وسيلة ابتكرتها سواعد شرطية جزائرية، وهي همزة وصل بين رجال الأمن والمواطن في معادلة تشاركية لكبح جماح الآفات الاجتماعية المنتشرة في مدننا وشوارعنا وحتى مدارسنا، وتنخل مجتمعنا وتهدد أمنه وسكينته. فمن خلال تضافر الجهود تضيق الجهات الأمنية الخناق على المنحرفين والمجرمين ليصبح التبليغ عن الجريمة واجب وثقافة ووعي راسخ في أذهاننا. هذه التقنية التي جاءت بفضل سواعد إطارات شرطية جزائرية كذلك تعتبر ضمن الدعائم الاتصالية التي وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني دائما لتقريب المواطن من شرطته. فالمواطن احنا بالنسبة لنا هو مربط الفرس وأداة في الحلقة الأمنية، فالأمن هو نعتبر في حدته علاقة تشاركية. ولأن الأمن ركيزة أساسية من ركائز بناء الأمة ومصدر للبقاء والتطور، والمحافظة عليه تعني المحافظة على سيادة القانون، وكلما تعزز في المجتمع تحقق الاستقرار، تعول مصالح الأمن الوطني على مساعدة المواطن لها دون أن تعرضه لأي خطر. تطبيق ألو شرطة تحمل عبر الهواتف الذكية، كذلك نلفت الانتباه أن المديرية العامة وفرت مجانية المكالمة ووفرت حتى سرية المتصل. تبنى المجتمعات وترقى بسواعد أبنائها المخلصين، فلن تستطيع أجهزة الأمن وحدها المحافظة على الأمن إذا تقاعس المواطن، بل وجب عليه أن يكون شريكا رئيسيا في معادلة تحقيق الاستقرار والسكينة والقضاء على الجرائم المختلفة. ورسول صلى الله عليه وسلم حثنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.